اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفنا ونجومنا الكبار، نقادنا الرياضيين الكبار. ابدا اولا بالاستاذ جمال الزهيري. ازيك يا استاذ جمال؟ اهلا بيك، تشرف ومنور. الله يخليك كابتن. ايضا استاذ محمود صبري. ازيك يا استاذ محمود؟ منور يا كابتن، تشرف ومنور. ايضا استاذ سامي عبد الفتاح. ازيك يا استاذ حبيبي؟ بارك الله، كله تمام وانت الحمد لله منورين كلكم. حبيبي دايما منورين. ايضا الاستاذ عصام شلتوت. ازيك يا استاذ عصام؟ ازيك كابتن؟ ازيك حضرتك؟ النهارده الكرافتة زرقاء. نعم، هل دي علامه ولا عامل شغل؟ علامه ولا 10 على 10. هو قال لي الاسبوع المره اللي كده قال لي بعد كده بقى هتشوفه يعني. لا هو طول عمره، خلي بالك. لا هو توعدنا، قال لك دي علامه يا استاذ عصام. الصحبه الجميله دي بالعكس، دي علامه يعني الحاجه ولا دي لا يعني اللون ده لون بهجه ولون حاجه. ايوه، ما انا بقول لك علامه الحاجه. علامه طبعا طبعا طبعا، يعني لما يطلع في قناه الاهلي بيبقى الزرقاء الصافيه، حاجه جميله شفافيه وحاجه مشعه. ده جاي من بحر. هو العمده دايما بنفاجئ. كنت في الساحل اللي فاتوا؟ الساحل الهندي. منورين دايما. استاذ جمال هبدا بيك. يعني خلال الفتره السابقه وبعد تعرض النادي الاهلي لهزيمته في مباراه طلائع الجيش في السوبر المحلي، اشاعات كثيره جدا وامور كثيره جدا، ولكن اعتقد ولكن وبنسبه افضل شويه مباراه امبارح. الاهلي كان افضل في مباراه امبارح، وبالتالي الباب اتقفل شويه على كميه الاشاعات اللي كانت بتحصل قبل هذه المباراه. بالظبط. هو اول حاجه طبعا اهم مكسب من مكاسب الفوز على انبي امبارح هو ان الاوضاع، يعني الاشاعات هتقل الفتره دي وتستقر الامور بحيث انه يبقى فيه اي محاولات لترتيب البيت مره اخرى بعد الجدل الكتير اللي احاط بالفريق يعني. والحقيقه برضه انا نفسي اتكلم في عجاله على القرار اللي هو الخاص بالخصم. اتفضل. يعني عشان برضه يبقى كلام واضح. اتفضل. في حاجة اسمها ثواب وعقاب في كل حاجة. عرفت بس ماشي، اتفضل. في حاجة اسمها ثواب وعقاب. تمام. الثواب لما انت بتكسب بطولة، لما انت بتحقق التارجت اللي محطوط لك بيبقى فيه مكافآت والدنيا ماشية. تمام. لو حصل الكابتن محمود الخطيب كان حريص بعد التأكد من ضياع الدوري على انه هو يلتقي باللعيبة في الملعب في مشهد الكل اشاد بيه طبعا، اللي هو انه رغم ان انت ان ولادي خسرانين انما نزل لهم الملعب واتكلم معاهم وحديث يعني متجهز كويس قوي واذيع على الجميع، فكل الناس عرفت انه مجلس اداره الاهلي بيقدر المجهود اللي اتبذل تلاها موضوع الحفله. لسه كنت هقول لحضرتك ان تقدير المجهود جه من خلال الحفله. بالزبط. وده الكلام اللي انا قلته امبارح الحقيقه. او في يوم الاربعاء اعتقد، ان احنا خسرنا الدوري ولكن بنكافئ الناس وبنكرمهم لانهم يستحقوا المكافاه والتكريم خلال فتره طويله. وحضراتكم اتكلمتوا في ده قبل كده، ان هم الاجهاد اللي كان بيحصل والسفر والكذا وكذا. هو تقدير وكذا. تقدير للظروف اللي كان محاط بها الفريق. مظبوط. لما يجي بقى يحصل تكرار لما يمكن ان يسمى بعض التقصير، او حتى لو قلنا انه سوء حظ فريق النادي الاهلي، هو تقصير. خلينا نتكلم بوضوح. كان مهاجم ومسيطر وكل حاجه، بس الخلاصه بتاعه الموضوع ايه؟ انه طلائع الجيش اللي هو برضو احنا بنحييه جدا لانهم قدموا مباراه في حدود الظروف والامكانيات اللي هم بيمتلكوها، قدروا ان هم يستدرجوا فريقنا الى ان هو يصل الى ركلات الترجيح. وما ارادوا هم. وما ارادوا. وعلى فكره ما انت كسبان طلائع الجيش قبل كده في الكاس، نهائي كاس ضربات الترجيح. بضربات الترجيح. مظبوط. فالفريق يعني فريق طلائع الجيش ما هواش غريب. ولكن يا استاذ جمال بس عشان يبقى هناك وضوح، وبرضه اخش اتكلم مع استاذ محمود، ان التقصير كان واضح طبعا. حتى اللعيبه نفسهم يعني، ودي جات لي معلومات من معلومات ان اللاعبين نفسهم حاسين بالتقصير في هذه المباراه. بالزبط. وبالتالي نعم مهم قوي يحسوا طبعا. كانوا دي كانت بدايه دايما الاصلاح. العقوبه بقى كان معلش مش ضد حد معين، انما هو دور لازم نؤمن بحاجه ان الاداره شغلها كده يعني شغله الاداره في اي مكان لما يبقى في تقصير لا لازم يبقى في وقفه بشكل او باخر يعني. أيوة. هفتكر بس موقف سريع جدا. اتفضل. يمكن انا اتكلمت فيه مع الاستاذ عصام قبل كده، اللي هو لما النادي الاهلي خسر كاس السوبر في جنوب افريقيا
وكان ايامها محمد يوسف كابتن محمد يوسف لاعب في الفريق واطرد لانه يعني في خشونة. غريب على فكره ده طرد. لا طرد انت عارف ايه اللي حصل؟ كابتن طارق سليم اصلا شوط لا الكابتن طبعا بس الكابتن طارق سليم في وقتها وقع عليه عقوبه 3000 جنيه انا افتكرت مش 10 3000 جنيه بس كان الجنيه يقولوا عليها في الرخص جنيه جبس يعني 3000 جنيه كانت عقوبه شديده جدا ليه؟ لانه في امور معينه لابد ان تتدخل كاداري وكمسؤول ليه عمل نوبه صحياني يعني. استاذ محمود بما اننا فتحنا الموضوع بدري فانا عايز اكلم حضرتك في موضوع اخر موضوع الاشاعات. هل موسيماني هيمشي من النادي الاهلي بعد ما هو لازم اقول السؤال يعني وعامل ايه لانه في النهايه خلال الفتره السابقه حمله كبيره جدا جدا من الاشاعات ومنظمه ده عاوز اقول لك على حاجه اتفضل ده غريب عليك لا هو مش غريب عليا بس احنا عايزين نقول للناس لو عند حضرتك معلومات على فكره ما أنا بكلمك. يعني هو معلش ثانيه واحده هو حد بيقول لحضرتك تقول او تعمل ايه لا 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 لا, لا, لا هل حضرتك شايف او عندك معلومات بتقول وحضرتك يعني انا عارف ان انت جوه يعني عندك معلومات كثيره هل وده سؤال مباشر هل السؤال المباشر موسيماني هيمشي من النادي الاهلي انا المعلومه اللي عندي لا المعلومه اللي عندي ان موسيماني مش جاي ياخد مرحله ويمشي بل في طموح على مشروع كبير المفروض هو يتعمل لكن حاله الارتباك اللي حصلت من وجهه نظري انا يعني كراجل دي مش معلومه دي وجهه نظر لا لا دي وجهه نظر حاله الارتباك ايه الارتباك مشيان المدرب المساعد واللي معاه يعني اتنين مشوا كانت الناس متوقعه انه في هناك بدائل ل مع موسيماني هيساعدوه يعني انت عندك انت مشيت دول ها والناس قاعده تسال وتجرب وتشوف ايه الحكايه والقصه نعم. والراجل حس مثلا من ناحيه ما افصحش وما قالش ان هم مشوا ليه لكن قيمه المشروع لما تعمله مع الاهلي لازم يكون مشروع متكامل الناس بتنسى دايما احنا بطبيعتنا نسينا خلاص كل اللي حصل ايوه خلاص ندمنا على اللي عملناه في افريقيا سبحان الله كان طموحنا افريقيا يعني كان طموح المشهد الاهلاوي كله ايه افريقيا نصير مرتاحه سبع سنين فلما رجعت افريقيا ورحت واخد بطولتين وهوبا سوبر هوبا كاس العالم فالناس نسيت ايه لان الموسمين دخلوا في بعض اعتبرهم ايه ما جاتش في موسم وموسم جت خساره الدوري وبعد خساره الدوري طلع الراجل قال كلام هو بيتكلم حلو على فكره طلع الكلام جميل ومرتب ان انا اتعلمت وشفت وبتاع لكن لازم يتبع هذا الكلام شغل في الملعب شغل في الملعب بص يا كابتن اسلام اتفضل الناس زعلانه ليه؟ رغم كل اللي يعني عملوا مسابقه زعلانه لانه نفسها شكل الاهلي اللي هم اتعودوا عليه رقم واحد الاهلي طول عمره طول عمره شخصيته اللي انت متابعها وانت كنت لاعب وعنصر اساس على مدار السنين انه فريق ما بيستسلمش ما بيستناش كسره تايم ولا كده لا ده بيلعب واخد دقيقه وخلص يعني جزئيه من الجزئيات القويه قبل ما تكمل النقاط الثانيه في النقطه دي تحديدا هل ده ممكن احدده في ماتش؟ لا مش مساله تحدده في ماتش معلش. بس عايز اقول لك على حاجه فضل. انت قيس على جزئيه يعني مباراه الدوري انت في لقطات انا كده معاك عشان الناس تفهم أيوة. في لقطات تستوجب بامانه وعايز اقول حاجه اتفضل اللي بيحب المكان ده وبيحب الاهلي هناك يا جماعه نوعين من النقد في نقد بناء وهادف انك انت تنقل المصلحه وتوجه وفي نقد بقى اللي هو النوع الثاني ده احنا مالناش علاقه بيه لانه ده بيبقى مبني على حسابات اخرى احنا خارج منها انت في جزئيه دي الناس زعلانه شايفه وناس قامات كبيره اهلاويه بتقعد تحكي وتتكلم نفسها الاهلي يرجع ان هو الفرقه الثابته في الملعب انت عندك زي ما بقول لك المشكله دي واضحه مساله انه على مدار مسابقه الدوري حصلت عندك ايه دفوهات غريبه في ماتشات افكرك باول ماتش المقصه ده لعب شوط غريب جدا لو احنا عشان بس الاول تفتكر انت الناس كلها تاكيد اللي بيحصل ده لعيبه مستعجله بتجري قبل الكوره ولقطات بعد كده بدا المستوى الكيرف وينزل كان المفروض وقتها كابتن اسلام يبقى هنا في ايه وقفات احنا قلنا ساعتها عشان برضو وهو ليس تبرير ما انا مش بس تبرير الاجهاد والسفر الكتير وكذا 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 كان له دور في شكل اداء النادي انا بس احنا قدام ده كل الكلام احنا مش مختلفين وتقصير اللاعبين وتقصير الجهاز الفني وكل جزئيه انت في الماتشات الاخرانيه حتى في ماتش السوبر انت شفت ضغط بلعيبه الاهلي على المنافس في الكوره
انت خسران كل المواجهات الالتحامات فردية. بس هو ضمن النقط عايز اقول لك اتفضل ده دي هي مصدر قوه الاهلي في تاريخه كله صح يعني لا بدليل الاهلي لما لعب الزمالك بالناشئين وكسب 3-2 في 85 انت شفت الفرقه في المباراه كانت عامله ازاي بتلعب قدام مين قدام نجوم مكسرين الدنيا كوارش وفاروق جعفر والناس دي كنت تسمع عنها تخاف منها فانت شوف اللي هي الروح اللي هي روح الفانيلا بامانه شديده قلت بصوره او باخرى لم يعد الجمهور الاهلاوي اللي هو جمهور الاهلاوي يحب اللعب بالشيخ والسكين لا الاهلي جمهوره ولاعيبته في الملعب وحوش واقفه حتى بكل المنافسات موسيماني عمل شكل وفي طموح من نفسه انك انت نفسك تعمل تجربه سان داونز بس يا جماعه الاهلي مش سان داونز الاهلي عليه ضغوط كبيره جدا عشان سان داونز فرقه كبيره وعظيمه ولعبه جدا بس ما فيش الجمهور والجو اللي انت عايش فيه انت كل ما بتعمل دماغك كده سيب الناس هتقابله تساله بطولة. يعني عاوز اقول لك بطوله بالنسبه لك فاللي انت عاوز ايه انت النهارده في حاجات يا كابتن اسلام اعتقد محتاجه وقفه جمهور الاهلي لازم يبقى عارف كويس جدا انه الهدف من اشاع من الاشاعات المتتاليه وقص وقصص وحكايات لم تحدث والكابتن الخطيب اتكلم وقرر يعمل وهيشيل ويجي بص ما خلاص انت مش عارف ورا الجهاز ده مين اللي بيديره انت قاعد بتتلقى منك حواديت وقصص بتكتب وتنسج بذكاء شديد جدا الهدف منها ايه الهدف ان انا ايه اوقعك وهزمك قبل ما تنزل الملعب زي ما حصل مع فايلر لما حصلت الازمه انت نفس التكرير مش عاوزك خلاص نجح معاك فانا عاوز امشيهولك أيوه. ده راجل خلص الدوري قبل ما ينتهي بفارق 20 نقطه عن اقرب المنافسين فالناس في نجاح موسيماني لازم تجد في الطريق بس لازم موسيماني يكون واخد باله من الكلام ده أوكي. انا وجهه نظري انه ما عادتش الكوره زي الاول ان المدير الفني اللي يقدر يقوم بكل حاجه يا كابتن لازم عندك تدريبات تخصصيه للعيبه يعني انا شاهدت وعاصرت فتره الله يرحمه الكابتن سيد بطل في فتره الالمان اللي خد فيها الاهلي الدوري 7 مرات رغم انه ما كانش فيه افريقي انا شفت اليوم الكامل مع الالمان شفت حاجات اول مره اشوفها في حياتي شفت لعيبه بتتعلم ازاي تتمرن الصبح والدور بص عايز اقول لك ايه بجيب ناس تشتغل اوكي فالاهلي في هذه الفتره بامانه شديده ايوه محتاج نظره للجهاز الفني محتاجه نظره تمرينات تدريبات تخصصيه كتير جدا محتاج شغل على السلبيات محتاج ان احنا نسمع بس ايه نسمع للي فاهم يعني ما يكونش منطقي ده ممكن يحصل الفتره اللي جايه لانه الخمسه او العشرين يوم اللي جايين من الممكن يا استاذ سامي ان احنا نشوف حاجه زي دي ليه لانه عندك 20 يوم هو ده الموضوع يعني انا عندي انا تابعت المقدمه بتاعتك وانت ملاحظاتك الفنيه مهمه جدا التقصير ده تحتيه 10 خطوط في يعني اذا كنا وجدنا مبررات في ما بعد افريقيا لا يعني في فتره يعني بعد ماتش طلع الجيش لازم كنا يعني في يقظه عاليه جدا وانا كتبت مقال من يومين قلت ان مشكله الاهلي اللي انا شايفها كناقد رياضي ان الفرص اللي بيخلقها الفريق ما بيقدرش يثمنها بالثاء يعني يسمينا دي حقها حتى لحظه التهديف اوكي يعني في الثلث الهجومي بالذات في رعونه عاليه جدا دي مش عارف ازاي يعني موسيماني ما كانش واخد باله منها او واخد باله مش عارف يسيطر عليها فدي مشكله كبيره جدا فيعني يمكن عشان الوقت الفتره اللي فاتت زي ما انت قلت يعني اكثر فرق رغم انك انت جايب حاجه و70 هدف يعني شوف انت لا زي ما انت قلت المقدمه برضو ان اكثر فرقه بتضيع اهداف هي فرقه الاهلي يعني فده في النهايه محتاج زي ما استاذ محمود قال يعني تدريبات تخصصيه في الفتره الجايه واللعيبه يكون عندها حرص على كل هجمه ان هي تنتهي بهدف يعني دي مهمه جدا العشوائيه يعني مش بس الاجهاد لا في عشوائيه كمان لا الاجهاد كان مقبول الحقيقه ما بعد في مباريات الدوري وعشان كده اتعملت الحفله لانه اللعيبه كانت بالظبط يعني عشان تستحق يرجعوا تاني بالظبط كده ولكن ما بعد لما اللي حصل الماتشين ماتش طلائع وبعدين ماتش امبي يعني لا الاهلي يخلص الماتش بتاع امبي ده بالذات 3 يعني بغض النظر عن الهدف اللي اتلغى بس على الاقل كان الاداء افضل شويه الاداء افضل نسبيا وبس انا اللي شايفه لازم اللعيبه يكون
الكره في رجليها لازم يعني يكون حريص مش بعشوائيه ولا بمهاره زايده. لا يكون في كده يعني خزندار بيطلع الكره صح في اللحظه الصح عشان تكون هدف. يعني الافراط في المهارات الاستعراضيه انا شايف ان ده برضو كان موجود. ده شيء سلبي جدا. لما انا شايف ان زي ما انت قلت برضو ان في فتره زمنيه كافيه جدا لتصحيح كل ده. عندنا افريقيا الاهلي هيلعب في دور التمهيد الثاني لافريقيا مع بطل النيجر تقريبا. فدي نقطه انطلاق جديده طبعا وجود كمان عدد 7 لاعبين في منتخب مصر دي هتكون صحوه. مدرب جديد، جهاز فني جديد، تحديات كبيره جدا قدام ليبيا. فيعني دي صحوه لعيبه الاهلي هم يعني صحصحوا شويه لان 7 الموجودين هم العناصر الاساسيه جوه الجهاز جوه التشكيله بتاعت الاهلي. فطبعا انا شايف ان الفتره الجايه لمسناه في ماتش ايب يا كابتن ان اللعيبه ابتدت تحس ان هي عليها قدر من اللوم والناس بتلومها. انما طبعا توقع السؤال اللي سالته الاستاذ محمود في البدايه ان موسيماني هيمشي ولا مش هيمشي دي كلها شوشره على الفرقه. انا ده مش سؤال على فكره، انا عارف اجابته ولكنها اشاعه من ضمن الاشاعات اللي كانت مقصوده. اصل حصل ايه يا استاذ سامي امبارح او اول امبارح؟ فجاه لقينا ان الاهلي اتقال ان الاهلي بيتفاوض مع احد المديرين الفنيين اللي كانوا موجودين في مصر. اتقال اجروس واتقال وراحت في كل ما وده كلمني وده يكلمني. بيخش الهوا على طول. صديق اعلامي كبير بعت لي بيتحدى بوست كده صغير في مدرب اوروبي جاي للاهلي خلال ايام. يعني بس هو طبعا هو زملكاوي خلال ايام خلال ايام. وبعدين هو برضه بالتالي فانا بالتالي عشان يعني كده انا فتحت يعني ما هياش عيب يعني. حتى انا عايز بس تفترض يعني اداره الاهلي واضحه اداره الاهلي لما تكون هتتفاوض ما عندهاش لا حياء في لا ما عندهاش الغموض بس يا جماعه. اداره الاهلي ما عندهاش الغموض ده خالص يعني. وبين اللي حب يلعب لعبه ممكن الجيم ده يتعمل بخبراتكم انتوا اساتذه اللي هو فكره اذا كان هناك سمت شيء يعني بالنسبه يعني احطه بقى في وسط الناس عشان هو اللي يروح. ايوه بالظبط. مش بس كده، ده انا اقول ايه، اقول انه وده حقيقي بقى. ما هو الراجل امير توفيق شغله الشاغل انه طول الوقت بيدور على افكار من النوع بتاع لعيبه كويسه فبيخزن المعلومات، مدربين كويسين مش علشان مرحله ولا اوقات محدده. فربما لو انت عايز تمسك شيء قول انه دايما الاهلي مستعد اذا ما ارادت الاداره بدائل. مش تقول ان هناك 30 سي في و20 سي في واشياء من هذا القبيل. بالظبط، ما هو ده اللي قصده يا استاذ. يعني اصلا هي مش قصه، خلاص زمان كان بنستنى الفاكس والحاجات دي لا. لكن انت رايح مساحه ثانيه لانه الاهلي مراد ان هو يبقى زيه زي غيره. يا جماعه وانا قلت لحضراتكم هنا بعض الكلام لو خدته بجد هتزعل. ليه؟ لانه الاهلي بيشتغل مؤسسي، اي حد عايز يفشل يخرج علشان يقول ايه هو انتوا عاجبكم اللي عملوا. بينما البرنامج انت متاكد ان عناوينه ومقدمينه ما لهمش دعوه بالموضوع ده خالص. دول مفترض انهم طالعين على يعني بروجرام تاني خالص، على مباريات تانية خالص غير مباريات الاهلي، لكن فجاه تلاقي الاهلي في الموضوع. انا بس يا استاذ عصام عشان برضو كل جمهور النادي الاهلي الفتره اللي فاتت هو امبارح واول امبارح تحديدا ده اللي حصل، واعتقد ان حضراتكم متوافقين معايا. عشان كده انا سالت السؤال ده، انا عندي اجابته وعارف ان وعارف معلومات عن هذا الموضوع، ولكن احنا في يعني ففي النهايه هو لا موسيماني زي ما قال الاستاذ محمود هو مشروع داخل النادي الاهلي. بيتم الاتفاق مع موسيماني على كل شيء، وفي النهايه موسيماني ما هي الا اشاعات. كل ما قيل خلال الثلاث ايام اللي فاتوا هو ده غرضي يعني من السؤال، كل ما قيل خلال الثلاث ايام اللي فاتوا ما هو الا اشاعات وغرضه تاثير على استقرار الفريق قبل مباراه كده وايقاف فكره انك انت بتحاول تجود المشروع. بمعنى دلوقتي بقى في رؤيه قدام
المشرف العام على الكرة مفوضا من مجلس إدارته بطبيعة الحال الجمهور وجمعيته العمومية، ومعاه طبعا اللجنة كابتن محسن وكابتن زكريا، وبالتالي المشروع، وده الكلام الطبيعي اللي سمعناه، في حاجة لجلسات علشان نقول هنستعيد ازاي عن الراجل بتاع التحليل الفني، وازاي ممكن يبقى مصري علشان الدوري المصري، وازاي المساعد الاول او الترينر اللي هو طول الوقت بيتكلم مع الراجل، او ما ممكن انك تقول ترميم الجهاز بعد ما اتنين مشيوا، انت بقى توقف كل ده، فالرجل يشعر انه في حاجة، ما هو الراجل برضو مش من البلد دي، موسيماني، فانت عايز تأثر عليه، وده اللي خلى النادي الأهلي، وبحرص مؤسسي بقى، ولا ذكاء ولا الكلام ده، لأن هي مش خطط، ده حرص مؤسسي. لما ازدادت الشائعات خرج على طول الموقع الرسمي ليؤكد أن موسيماني هو الموجود، وأن المجلس يدعم موسيماني. الموضوع أغلق 100%. اللي جاي انك انت دلوقتي لا ده بس بعدها على طول حصل الموضوع بتاع جروس تحديدا. طبعا ما خلاص بقى، ما انت دي اخر طوبه يعني، ايه خلاص بقى لقيت انت الطوب اللي قبل كده ما عملش حاجه ومديها واحده بقى صوت وصوره يلا واخد بال حضرتك، وبالتالي انت هنا لازم الناس تبقى عارفه انه هناك فرق بين موسيماني مدرب الضروره اللي شاف الاهلي وعارف الاهلي واطلقنا عليه العنوان ده وقتها، اي واحد خواجه كان يجي كان يقول اتركوني موسما كاملا لارى، وهيبقى محق، الراجل ده شاف الاهلي وحلم مع الاهلي بمشروع يليق عليه في القاره، وده ما اعلنه لصحافه بلده قبل ما يجي النادي الاهلي، وبالتالي الان موسيماني في صن داون زي ما صديقنا واخونا العزيز محمود قال انه هناك كان بيلعب ب 11 لعيب وثلاثه، ودي سمه الكوره، خاصه ان الناس هناك برضو ما عندهاش خمسه شارع الجبلايه، لا الجبلايه اللي عندهم فيها شويه وقت وفيها شويه اجازات فبيقدروا يفصلوا. اما النادي الاهلي فسكواده دايما كما الكبار، الكبار اللي عنده في كل مركز اتنين بيكسروا بعض، طبعا بعيدا عن العنف، علشان واحد يسمع اسمه التاني ما بيقلش ربع درجه، اللي قاعد اللي انا بسميه دايما احتياط استراتيجي كده زي رصيدك في البنك، مش بدلاء، مش دكه بدلاء خالص، وبالتالي ده اللي بدا موسيماني ينظر له، اللي هي فكره انه سكواد اللي معاه دلوقتي في بدل البديل لا واحد ونص، مش هقول واحد واثنين، على الاقل واحد ونص، وده اللي عمل التدويره دي، ده اللي حط ديانج علشان حمدي فتحي التقط انفاسه، ده اللي حط عبد القادر، ده اللي رجع كهربا، وبالتالي هو ده بقى اللي موسيماني اعتقد في فتره زي ما كابتن اسلام قال هيلاقي 20 يوم، الراجل جه يا جماعه على مكنه دايره لم تتوقف اطلاقا خالص، خدها وهي دايره، السلامه وهي دايره، بقول لحضرتك ده عامل زي العربيه اللي نازله في منزل، فده راح ماسك في الباب وراح راكب وحط ايده على الدريكسيون واشتغل واستر يا رب، والحمد لله طلع قماش على طول يعني، طلع حيطلعته راح مكمل المشوار وقفل الباب وساء، هو دلوقتي ركن عايز يشوف بقى هو هيروح المشوار ده في قد ايه، هو البنزين اللي معاه كافي ولا لا، هو دلوقتي بيحط الخيال الذي يحب هو انه يشوف فيه النادي الاهلي فيكسب بيه ثقه يستحقها، لانه ما فيش حد عنده الرصيد ده كله يا جماعه، والناس لسه هتسال هو مدرب ولا لا، يعني عيب والله عيب، كل انواع البطولات من اكبر انديه القاره محمود، اهلي زمالك وذلك بحاجه، بس نفس التجربه حصلت مع من لما فاز بافريقيا وخسر الدوري لم يغفر له جمهور الاهلي، انه رغم انه خسر الدوري فين؟ في بس هي لو كانت معكوسه بقى، اما انا بكلمك اهو استاذ، لا لو كانت معكوسه بمعنى ايه؟ انا يعني بمعنى ان الدوري هو اللي كان الاول وبعد كده انت كسبت افريقيا، انا بقول لك ما انا ما كانش هيحصل كل حاجه، ما انا بقول لك شفت انت الموقف، فانت قس على ايه؟ رغم انه ايه عمل موسم كان بدايه في الدوري لو تفتكرها، بدايه فيها مشاكل وهزيمه في من اسمنت السويس ها؟ أيوة. وقتها وبعد كده النتائج كانتش برضو في المستوى الدوري، كانت برضو ايه اتعربت شويه أعتقد. لكن في افريقيا مشيت معاك مشيت معاك وكملت، لما جيت دوري وخسرت في المباراه بتاعت 4-4 المباراه الشهيره مع الاسماعيلي، من اربع مباريات الكوره اللي اتلعبت، اروع مباراه اروع مباراه الكوره، لكن انت الجمهور برضو بعديها ايه كش شويه، والراجل مشي في ظروف وقتها كلنا عارفينها، وبعد كده رجع بعد كده على حصان ابيض
لو تفتكر، وعلى طياره خاصه وجابته من البرتغال لغايه هنا، وبدا ايه الفتره الذهبيه اللي تالق فيها النادي الاهلي مع مجموعه اللعيبه اللي اعتقد مش هتتكرر تاني غير بعد 20 سنه. فاعتقد انا بقول لحضرتك كده ان شاء الله. اذا انت دلوقتي هتتكرر تاني 20 سنه عدى، وانت دلوقتي بقبل وضع اقرب انه يبقى طبيعي من حيث اجازه ولو اربع خمس ايام يتبعها خريطه الطريق، واكيد برنامج عمل من موسيماني والذين معه علشان يبدا. بس فعلا المطلوب الحقيقه ان اي حد من الزملاء الشبان تحديدا اللي بيغطوا يبدا يقول لنا انه شايف في ملعب النادي الاهلي الصبح في مران يعني فردي، في واحد مثلا زي قفشه وعلي معلول، لا الحقيقه ما حدش بيقف عند فاول لوحده، لازم نشوف شويه تكتك، لازم نشوف اوفرات، لازم نشوف ناس بتلعب هيدر. انا شفت مستر يعني كالوتشاي واحنا صغيرين معلق للكابتن مجدي عبد الغني كوره كده في حبل وبيطلع يلعبها، وشفت الكابتن علاء ميهوب ربنا يديله صحه وبيعمل تاكلينج عشان يقف بالكوره ولم يكن الاحتراف. وانا شفت فيليكس، ما انا بقول لحضرتك لما جابوا الاهلي كان كل ما يقع كل مباراه كل ما وقع كان مستر هولمان جايب كابتن ماهر همام ربنا يديه الصحه الصبح وحده بيقعد يتمرن معاه ساعتين ازاي يلعب عليه مان تو مان، ازاي يتحمل. بس ده امتى؟ ده امتى يا استاذ؟ طبعا فتره فتره عندما يكون عندك الوقت طبعا ان انت تقدر تعمل بس ضمن الوقت. خلينا بس يا استاذ عصام احنا نرى، بس هكمل جملتي اللي هي نرى اليوم، مش اليوم الكامل زي احنا مش في اوروبا يعني، لكن اليوم الذي يشهد مران تخصصي وشواخص مش عارف ايه والكرة دي بتتعمل ايه. صح عندك حق. بعض الاشياء اللي انا اشعر ان لعيب النادي الاهلي مقضي اغلب وقته في اليوم بصراحه شديده. حلو جدا. ولكن ده استاذ عصام انا وجهه نظري دي مش برده مش معلومه برده عشان ما حدش ياخد كلامي يوديه في حته، لكن اللي انا عارفه او وجهه النظر في هذا الموضوع ايه، ان الفتره اللي فاتت ما كانش في وقت للكلام. انا بقول اللي ما هو هيجيبه، لكن اللي جاي بقى ال 20 يوم اللي جايين انت عندك كمان، خلي بالك اللي انا قلته انت عندك سبع حضرتك انه اصلا هيجيب منين وقت يعمل ده، عندك سبع لاعبين مش موجودين منه ورايح او اكتر منه ورايح لازم ده يبقى المشروع، لان انا متاكد ان ده المشروع. ما المشروع هيكون ايه؟ ان انت يبقى عندك فرديات وجماعيات واداء جمالي، واللعب بقى الحقيقه اللي هي ما يبقاش بقى شغلتي بلس 90، مش بقى حكايه تتعمل معايا، كل الفرق من حقها تطمح، لكن في لقطه كده بعد الجون، اي جون حتى لو 2-0 تلاقي الفرقه هدت اللعب كده، لا اظن ان ده اختراع اهلاوي يعني. عموما هنكمل كلامنا، ولكن خلينا نطلع فاصل في اول في هذه الفقره ونرجع نكمل مع حضراتكم بقيه هذا الموضوع. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. استاذ جمال، بما اننا بنتكلم عايز اتكلم شويه عن مباراه امبي امبارح واهم المكاسب من وجهه نظر حضرتك في هذه المباراه. يعني في ناس كتير اتكلمت عن ديانج، في ناس اتكلمت عن ميكيسوني، في ناس اتكلمت عن حسام حسن، احمد عبد القادر ودوره، عوده بعض اللاعبين بالظبط. اولا سبب غير فني، وهو ان هذا الفوز على امبي وقف ماكينه الشائعات. اوكي. وفر اجواء مختلفه. صحيح. لو حصل لا قدر الله ان كان الاهلي خسر هذا اللقاء يعني انا كنت متصور سيناريوهات عنيف بشعه. يا ريس ده لو كسب باداء وحش برضو الناس ما كانتش ايا كان، لكن الـ 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 الاداء كان اداء واضح جدا انه متغير للاحسن، حتى في الحاله اللي اتكلم عليها الاستاذ محمود اللي هي الروح الفانيله الحمراء. ما هي ما هو ده فعلا اللي بيميز على طول. والنادي الاهلي كان طول عمره ايه؟ مش يعني كان دايما حتى لو الاداء الفني وحش كان بيتميز بالاداء الروح القتالي اللي هي احنا بنسميها روح الفانيله الحمراء او روح الفانيله. صح. هي دي اللي كانت بتميز وبتخليك تلعب لغايه اخر دقيقه. ومش لازم برضو يمكن الاستاذ عصام قال حاجه، حكايه الاهداف اللي بعد الدقيقه 90 دي عمليه مقلقه جدا. طبعا مش مضمونه يعني، عمليه غير مضمونه. انت لازم تبقى بتلعب من البدايه في فرص سهله جدا بتجيلك وما بتحسنش استغلالها، سواء لمحمد شريف او غيره، كل واحد بس كل واحد عنده وضعيه خاصه وظروف معينه نقدر نقول ان احنا بنديله العذر فيها. يعني في فرص ضاعت من محمد شريف في الاحوال العاديه بتاعته لا يمكن تضيع، ما تضيعش خالص.
فبالنسبه بقى للمكاسب طبعا الاسماء اللي حضرتك قلتها، احمد عبد القادر اسم اعتقد انه مع الوقت كمان هيبقى مهم جدا جدا. عندك ميكيسوني المباراه الثانيه برضو اداؤه بيتطور، محتاج ان هو ينخرط اكتر مع الفريق، وده مش هيجي غير بالماتشات. مين تاني عندك؟ عمر حمدي بس مش لا غير عمر لا اللي لعب إليو ديانج مثلا. إليو ديانج مثلا امبارح ادى اداء رائع على مش هقول الشوط الثاني. بدر بنون بدر بنون لا انا بتكلم على اللي هم كانوا تقيلات امبارح، يعني إليو ديانج ده كان واخد الملعب رايح جاي وقوي، عامل ثلاث تريكات وتلاقيه وتلاقيه في كل مكان حقيقه. مين تاني؟ اكرم توفيق. صلاح محسن لما نزل اكرم ايه البولة دي؟ صلاح محسن لما نزل الماتش ده ما كانش يخلص غير بلعبه زي دي، يعني هو حط رجله اللي هي اللمسه الاخيره، هو هداف بالضروره يعني مثلا الناس بتشيد وانا كمان بقفشه ان هو بيوصل الكوره لغايه اللمسه الاخيره اللي هو الاسيست يعني، لكن اللمسه الاخيره كمان مهمه جدا. تخيل مكافاه صلاح محسن اللي حط الاسيست بتاع الجابون واللي مختتم بهدف امبارح، نعم ما راحش المنتخب يعني. استبعدوه غريبه جدا يعني، غريبه برضو يعني. لا عموما يعني عموما انا شايف كمان انه في تقارب في الخطوط غير الماتشات اللي قبل كده، يعني بقى في، ودي نقطه مهمه قوي لابد من الاهتمام بيها اكتر، وهي الجانب الدفاعي، لان انت بتلعب يا كابتن اسلام وانت مطالب دايما المكسب. انك بتهاجم وبتكسب، ده ممكن يحدث بسببه فراغات في الدفاعات، بس ما كانش الاهلي قبل كده بيحصل فيه. ما هو ده اللي انا بقوله بقى ان انت تستعيد برضو قدرتك على الاداء وتقرب. مليون انا بقولها لك ومع كامل احترامي للجميع، فرقه كانت تفكر مليون مره انها تقرب من المرمى. بس انا عايز اسالك ليه كانت بتبقى بالمشكله ليه الاداء؟ هل كل ده انت عودتهم على كده؟ ما هو انا برضو هسال حضرتك نفس السؤال، هل كل ده في ماتش واحد؟ لا 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 ماتش واحد يا كابتن، كذا ماتش كتير كابتن اسلام، لا يعني ماتشات كتير يا كابتن اسلام، لحظات فنيه يعني متكرره، المباريات الاخيره في الدوري كلها. معلش يا استاذ جمال، ما احنا قلنا بقى اتفقنا الفرصه اللي راح بيها انبي انفراد يعني الضرب بتاع خط الدفاع كله الشوط الاول دي ما توقفش عنها، ما بتوقفش عندها. طيب انا هخليك في حاجه، الكوره اللي لقطها ديانج من لعيب انبي ومهاجم وماشي قاطع كل المسافه وكله بيرجع لورا، يا عم قابل، ما دي حاجه برضو من الحاجات الغريبه من الظواهر الغريبه اللي موجوده حاليا في فرقه الاهلي، انك انت بقول لك اهو. طيب بمناسبه فني يعني بمناسبه الكلام اللي حضرتك بتقوله ده برضو، كانت تصريحات موسيماني امبارح ايه؟ ان هو متابع كل الانتقادات وكمان حريص على تصحيح الاخطاء. شايف ماشي ممكن يتعامل، شفت بقى ما هو ده رد على حضرتك. انا بكلمك ثواني يا فندم، رد عليا جميل جدا ورد عليا حد. دي الكوره ايه؟ انت جمهور عندك ايه؟ الجمهور اكتر شيء متابع وعارف وحافظ. ايوه احسن مني ومن اي حد، وفي يعني فلاسفه في الكلام ده، وفي شخصيات في البلد دي قامات كبيره جدا قاعده على كراسيها بتعشق الاهلي وبتكلمك في التليفون بيديك ملاحظات فنيه. طبعا 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 بيكلمك على نقاط مهمه جدا. دي اللعبه اللي اتكلم عليها. انا اسالك سؤال، يعني اللي انا بقول لك ايه، يا اتمنى انه النقاط الحاجات دي يتم تداركها. يعني انت ايه بتقول انها تدارك؟ طب في على مدار مشوار الدوري المباريات اللي احنا تعثرنا فيها مثلا، انا عايزك تاخد برضو الاوفرات اللي على الدفاع، يعني هدف التعادل بتاع الاسماعيلي من فخر الدين بن يوسف، انت شفت الكوره مرفوعه من فين؟ ده الراجل بيقول لك ان انا هرفعها والناس يعني في دي اتكررت كم مره؟ اتكررت مره اثنين ثلاثه. لما يبقى ما فيش التصحيح والمراجعه والتنبيه والتعامل بالامور وكان الاخطاء، ودي الكوره يا جماعه، لا مش دي الكوره يا جماعه، الفرق الكبيره ما فيش الكلام ده، هي دي المرحله، دي المرحله اللي عاوز اقول لك ايه يعني. انك انت محتاج انك انت في ماتش امبارح الاهلي رد شويه، بس مش ده الاهلي. لا لا طبعا كلنا متفقين على فكره، هو في طريق العوده بقى. انت ايه ديانج ده؟ مع كامل احترامي، مع كامل احترامي المصري، ديانج ده رقم، ده انا احط ديانج وابني عليه الفرقه في نص الملعب، بس ديانج ده محتاج ايه؟ برضه محتاج انك انت تشتغل عليه، تستفيد من ايه؟ استفيد، عاوز ناس، جمهور عاوز ايه؟ عاوز يشوف تسديدات. على فكره هو بصير 10 على 10، راجل بيديك ثقه في الملعب، لكن انا عاوز اشوف تسديداته.
عاوز اشوف منه حاجات تانية يقدر يعملها ويساعد يعني. الله محمود انت بتمس حاجه مهمه جدا، التسديدات في فرقه الاهلي نادره جدا. ايوه ما دي مشكله برضه، فرقه كبيره مفيش تقريبا، بيبقى عنده قليل. سليمان موجود وقفشه موجود وديانج موجود يعني يعني انت اعمل اعمل احصائيه كده كابتن اسلام. مفيش تقريبا لما تعمل تيجي تعمل احصائيه وتبص مانويل الله يمسيه بالخير لما جه مسك، لما جه المره الثانيه عمل حاجات كان بيعمل تركيبات هجوميه. ها لما عمل المثلث المقلوب ما بين تريكا وبركات وعماد وكان بيجيد الموضوع ده، بداوا مع مين؟ بداوا مع انيمبا. انيمبا كان وحش افريقيا 1-0 واخد بطولتين ورايح انت تلعب معاه في ملعبه المرعب اللي كله ميه وتقدر تكسبه في الظروف دي. ما كانش الغلب بقاله 4 سنين. شوف انت لا ما هو انت ايه خسرت، كان وقتها اهم صفقه بالنسبه لك اكوتي لو تفتكر اصابه بعد 12 دقيقه بالصليب وخطفه ده. انت كموسيماني انا كشخص انا عندي ثقه فيه لان انا برضو لينا تقييم في المدرب وشغله وبتاع، لكن في حاجات محتاجه بامانه شديد. الاهلي كبطل افريقيا وكبطل الدوري والكوره فيها والنهارده يومك والنهارده فعلا الراجل ما خدش فعلا، عاوزين نكون يعني واقعيين، ما خدش فتره اعداد كامله، راح اوروبا عمل زي الناس الثانيه، ما قعدش مع اللعيبه وشاف ودرس ومعاه الجهاز بتاعه وعنده كل يومين ثلاثه ماتش. هذه النقطه اللي انا بتكلم فيها. ما انا معاه دي ظلمته بقى، لكن انا العشرين دي ظلمته جايين. اه طبعا دي ظلمته على فكره ولازم الناس تبقى واعيه كده. لكن طبعا يا كابتن يا مستر موسيماني خلاص انت بقيت مصري، ما عادش ايه يا حد يتقبل منك الاخت خلاص انت بعد ال 20 يوم. بعد ال 20 يوم وبعد الفتره دي انت مطالب بشكل، وعندك رديت المعارين اللي عندك والناس عاوزه تشوفهم، تم وعندك فرصة انك تريح ناس كتير، تم تنفيذ كل الطلبات. كل الطلبات اللي انت جبتها جات لك، محتاج انك انت تاخد الناس دي وبقى تبني بقى على فرقتك، يبقى عندك البديل مش ونص، لا البديل واثنين وثلاثه كمان دلوقتي. اتمنى جمهور الاهلي نفسه طب جمهور الاهلي اتمنى جمهور الاهلي نفسه يشوف النسخه 2022 من مستر موسيماني مختلف. الدفع بقى بالصفقات الجديده يا كابتن اسلام والعائدين مهمه جدا توقيته، يعني انت جايب اللعيبه دي سواء حسام حسن او احمد عبد القادر عمار الدافع بيهم وهو جاي سوق بيرسيتا وميكوسوني، لا وهو جاي افضل طرفين في افريقيا وهو جاي لسه زي انت ما عملت مع اكرم توفيق وعملت مع محمد شريف. فاكر انت لما طبعًا كان طبعًا محمد شريف لعب شويه في الاول وبعد كده قعده لعب بواليا يوميها انا قلت الكلام ده وكلنا اتفقنا على انه انت ما تخليش واحد زي محمد شريف عنده مرحله التفوق وتسحبه، مظبوط لازم يكمل، فلابد من استغلال اللعيبه اللي جايه. جمال في حاجه جت ومحمود بيتكلم الحقيقه ما انتبهتلهاش بامانه غير دلوقتي. احنا بنتكلم عن المثلث المقلوب ومستر مانويل وغيره بس على فكره الراجل ده انا لسه بقول هو ازاي ما خدش باله ان عنده سكواد. طب هو الراجل عايز يحط لعيب، طب هو عارف يدربه، ده هو 48 ساعه وبيلعب. فيبدو ان اضطر لاستهلاك شريف وقفشه مش قادر يمد ايده، لان لا مش بس عشان مضمونين مش ضامن، بالعكس هو ضامن الكل، بس دول يا دوبك اللي شايلين معاه، فهو مش عارف الرجاله الثانيه دي هقدر اقول له نفس التكتيك في يومين ولا لا. يبدو انا حالا ومحمود بيتكلم عن ازاي المدربين الكبار عملوا الحاله ال 20 يوم دول فارقين فاصلين بالمصري بالجنوب افريقي مع السيد موسيماني. مظبوط بالظبط، يعني فعلا 20 يوم دول ميلاد جديد في فرقه النادي الاهلي مع موسيماني مع الراجل، يعني عشان فعلا كل جميع يعني لاعبين جهاز فن محتاجين التقاط انفاس، فكر جديد، يبقى في بلين يعني زي ما قلنا اتفقنا كلنا في تدريبات تخصصيه في المرحله الجايه دي. فيعني ده اللي بيخلي الموسم، يعني انا متفائل جدا ان الموسم الجاي هيبقى افضل، وباخد الكلمه من 2022 من محمود واقول انه هيكون افضل كتير، لان طبعا مع الدعم اللي جه من معارين والاضافات اللي عملتها اداره النادي الاهلي انا شايف ان الموسم الجاي هيكون افضل كتير. عندنا قفشه وشريف محتاجين يعني
الشوط هدوء شويه وراحه شويه كتر خيره محتاج محتاجين هدوء عشان يطلعوا الباور من اول وجديد اللي عندهم. طبعا بسم الله ما شاء الله يعني احنا شفنا في الماتش اللي فات ده انا شايف فيه مكاسب اكثر من مجرد ان الاهلي عدى من ماتش وفاز ب 1-0 ديانج و عبد القادر و مكسوني ما شاء الله حكايه اكرم توفيق يعني بيعمل سبرنتات دلوقتي اكرم توفيق الروح اللي احنا بنتكلم عنها الباور ده بيجيش الا من روح واحساس بالمسؤوليه وقد ايه الناس اتألمت الناس جماهير الاهلي اتألمت ضيع بطوله السوبر فيعني كان بيحاولوا يعملوا حاجه انا عارف وحاسسها ان هي فوق طاقتهم فوق طاقتهم في الظروف اللي هم فيها دي فطبعا الاهلي في المرحله الجايه دي يعني بعد الراحه والتقاط الانفاس هيكون له شكل تاني وربما ربما يعني نشوف كل واحد يحاسب نفسه في الفرقه قد ايه وكانت عيوبه ايه ويقدر يعني يتفاعل مع مشاعر الناس ومشاعر الاهلاويه ده يعني انا شايف المرحله الجايه فيها كثير من الايجابيات ان شاء الله وبس قوموا اولا الشائعات الكثيره جدا اللي عماله تخبط في الفرقه انا بالنسبه لي كانت اهم الاشاعات اللي هي اشاعات موسيماني كلها كلام فارغ هتتوقف كلها كلام فارغ ويعني اوتوماتيك يعني فجاه طلعت يعني بتزيد الاشاعات بالذات في فترات التوقف اوكي يعني ما بيبقاش في نشاط تنمو وتتكاثر تنمو بيئه مناسبه بيئه مناسبه جدا وتلاقيها يعني والفتي بقى يكثر قوي بس لازم يكون في ثقه من جماهير الاهلي بالمنتخب بس هي على فكره اللعيبه برضو بجد بقى محمود فتح لنا حاجه لقطه عبقريه بقدر احساس اللعيبه بالمسؤوليه وان الكابتن محمد شناوي ككابتن للتيم قال لهم ان الاعتذار هو اداء رجولي واكب يعني مشاعر الناس لكن انت قلت لنا حاجه مهمه هو من امتى شريف ممكن يقع كده وهو بيعمل ترن بعد ما استلم ومن امتى قفشه تحس ان هو مش هربان من اللعب لا مش قادر فلما راح ورا هجمه راجع يا عيني عضلاته تحس انها وجعاه فعلا اللعيبه او الاغلب الاعم منهم استهلك يا جماعه بشكل يعني بشكل ضاغط جدا انت شفت علي الفيل لاعب طلايع لما دخل فيه دخله في بدايه الماتش طبعا شفت طبعًا. الهدف من الدخله ازاي والحكم واقف ولا ادى انذار شفت الرجلين فين بلاش الحكام الله يكرمك هنطلع نتكلم عن الحكام وهنرجع نتكلم عن الفار لان ده زعل قوي لانه ده مهم جدا ان احنا نتكلم كل حد يعني نفسي اسال بس كابتن اسلام عايز يقول انا مش اهلاوي يعني هنتكلم في النقطه دي هنتكلم في النقطه دي ولكن ويمسك رايه وحتى اطلع فاصل بس بعد الفاصل يعني حتى اللي بيدرب عشان كلهم يعني ابناء النادي الاهلي برضه لازم يوريك انه مش همه طيب خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنرجع نتكلم عن الحكام وعن الفار ولماذا لا يتم تطبيق تقنية الفار في مباريات الكاس بالنسبة لي علامة استفهام كبيرة جدا مكروه. يمكن يكون مكروه لك في شهر 9 مكروه الفار في خمس علامات استفهام في خمس علامات استفهام بعد الفاصل هنرجع نشوف ما هي علامات استفهام في تطبيق تقنية الفار في مباريات الكاس اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين استاذ جمال عايز ابدا بحضرتك ولماذا لا يتم تطبيق تقنيه الفار في مباريات الكاس مش عارف حاجه غريبه ما هو لا ما تاخدهاش كده انا السؤال الامريكي لا لا مختصر ومفيد حاجه غريبه جدا كان الفار ده على المزاج دلوقتي كل الحكام يا كابتن اسلام اتعودوا ان هم يشوفوا اللعبه مره اخرى او حد يراجعوا فشيء غريب جدا ان يطلع قرار من اللجنه الثلاثيه بان الفار ما يتطبقش هو من الثلاثيه ولا من الخماسيه من الاول من الثلاثيه وانه ما يتطبقش لغايه دور الثمانيه لغايه دور الثمانيه لغايه دور الماتش الجاي يعني كمان هنطبق في السيمي فاينل كمان مباراه دور الثمانيه مش هتلعب السيمي فاينل مش هتلعب طيب هو بعد ما اللي احنا شفناه ده برضو وممكن نتكلم مع بعض في هذا الامر بعد اللي احنا شفناه في مباراه سموحه وبيراميدز والاهلي وانبي امبارح وانا عندي مباراه صعبه ومهمه دايما اصبحت مباريات الاهلي وانبي مباريات خدوا قرار النهارده بايه مفيش فار مفيش فار ايوه مفيش ما انا ايوه ما ده اللي انا بقوله لكن هو السؤال اللي انت لازم تساله حاجه اتفضل طيب الحكم رقم واحد واللايزمان الوحيد اللي تم اختياره في كاس العالم ابو الرجال محمود ابو الرجال
اذا كان الاثنين مش واخدين بالهم من القانون واللعبه دي ما اتحسبتش هدف بتاعت حسام حسن. اه طبعا حسام حسن يعني انت اللعبه زي دي. انا امبارح قلت يعني للجمهور وانا فعلا بعتذر لهم الحقيقه ان هي جت في المدافع. لا ده المدافع لا 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 اصل حسام بعيد ملوش دعوه. لا مبصيها في اتجاه تاني بغض النظر مبصيها كابتن كمال يعني مرجعها هي كوره عاديه جدا وسرعه عاديه جدا وسرعه لو كل حاجه شرحها كابتن ناصر عباس. بص كابتن سمير عثمان يعني انا شفت كابتن سمير عثمان بعد ناصر عباس. ناصر عباس كان في استوديو الاهلي شرح اللعبه صح جدا انه اللعيب المدافع بتاع انبي مش الكره مش جات فيه وراحت لحسام. لا ده مغير اتجاهه يعني. انت عايز اقول لحضرتك حاجه يعني لعبه قد فهمنا في الكره دي بتاعه البنا. ايوه اكتر من اللي هو قريب كمان يعني. بس هنا القانون يا كابتن في المواجهه يا كابتن عصام القانون المفروض حافظ القانون عشان نقوله ليه. نقول انه القرار الحكم بيتاخد فيه فهمته ثانيه يعني بني ادم برضه يعني في القرار يعني قرار سريع ثواني بس قرار سريع. انت هنا خليته اعتمد طول الفتره اللي فاتت دلوقتي خليت معاه واحد شريك. الو لا ماشي طبعا خلاص ايه هنا خطيرة. تحول الحكم اللي في الملعب مساعد للرجل اللي قاعد فين الفار اللي قاعد في الفار ده قراره في الحكم. انت عملت لما جيت سحبت البروتوكول على فكره انا بكلمك مثلا لما انت جيت سحبت الكلام ده منه اكيد برضه خليت طلعته بره ايه بتعمل خلل بره. طيب هل هو فكر وبص للراجل اللي معاه الراجل رافع معاه قرص لغاها؟ اه ممكن تحصل لاي بني ادم انه في لحظه قرار سريع ما يقدرش يخصها. لكن دي يا جماعه دي قانون. لا هي والمفروض مش في لحظه قرار سريع انا بكلمك دي قانون يعني المفروض واضحه مش وروح الشمس. طيب الكره هدف يعني الكره هدف ده مش قرار سريع. ده قرار خاص بانه يبين ان هو فيلن على النادي الاهلي ان هو مش همه في رايه ما بيكلفش دي خطوه. انا بكلمك بقى على انا هنقول انا لو دخلنا في الكلام ده الجمال حابب بتحب دور ان قدام الاهلي مش همها حد مش معروفين وهنقول فيهم كلام. انا بقول لحضرتك مش الكلام ده اصل اللعبه واضحه. انت حكم يا راجل امبارح ماتش زي ده معكش البتاع معجون السنان اللي بيعملوا بيه العشر ياردة. طب ما فيش فار ما فيش حتى اي حاجه يا اخي يعني ريمون على القاع حتى اي حاجه يعني هو ايه ده يعني مفيش استعداد خالص. وبعدين تبص تلاقيه لو لعيب وقع من تيم يروح يطبطب عليه ويشوف شعره. اللعيب من النادي الاهلي يقع برضه تحس ان هو ايه قوم يا جدع انت يا جماعه. لا 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 المشهد مش لطيف. يبدو ان حد مفهمهم الاهلي مش معانا. اللي هو ايه لا 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 صح كلامك صح اللي هو انا مش فاهم معاك على فكره. لا دوس عليه دوس عليه ما انا بقول لك. وبالمناسبه اللي بيدير الكوره وقال هو عضو في واحده من اللجان مهندس احمد مجاد هم في الكاف كانت معروفه ولعبه كلنا عشناها ما فيش فار لغايه كذا عشان يقدروا يرادوا الناس من الاخر علامه استفهام فعلا. انا قلتها هنا يعني ما فيش فار ليه ما فيش فار السواق ما جاش الكهرباء حتى قطع. لو في فار مش مع الاهلي برضه ما اقصدش بقى يا سيدي بس كره زي دي ما فيهاش بقى اهلي مع الاهلي او مش مع الاهلي يا سيدي خليه موجود. اشمعنى الفار يجي يرجع تاني في دور الثمانيه ليه موجود؟ ليه؟ ارجع من الاربعه السيمي فاينل يا جماعه السيمي فاينل يا جماعه يعني انا هفكركم بحاجه عشان في منافسين اخرين ولا لا؟ استاذ سامي لما النادي الاهلي طلب حكام اجانب رنانا الجمله ان حكامنا مطلوبون في كل حته فين؟ وفي الاخر النتيجه اللي هي وبرج العرب بس هم دول فين؟ امين عمر طلع بره النخبه ايه؟ ابو الرجال يا دوبك على درجه ونص وعلى مسؤوليته راح تمام؟ ليس لدينا حكم مطلوب يا باش مهندس احمد لا في الكاف ولا في نخبه الفيفا اللي كان فيها امين عمر. وبالمناسبه وعلى مسؤوليه العبد لله واي شاب اي شاب يقدر يجيبها من الايميلات يعرف ان المراقبه بتاعت الفيفا والله لا على مباريات دوليه بين الانديه والمنتخبات على مباريات الحكم المختار في بلاده. شوفوا بقى مين عمر ما راحش ليه. ما هي باينه يعني هو السبب السبب واضح يعني. انا بقول لحضرتك ما راحش لانه ما فيش كفاءه. ما انا بقول لحضرتك لو في كفاءه هيتاخد يعني الرقابه. وحضرتك كنت معايا لما جبنا المعلومات الرقابه على مباريات يا جماعه الدوريات ورقابه من الفيفا خلى الاتحادات القاريه ترشح والنخبه بتاعته طبعا. طيب ما هو الكاف عمل الموقف معاك برضو يا استاذ عصام وقال لك انا مش شايف يعني. انت دلوقتي الاختيارات بتاعه الفيفا متمثله الدوله اللي علمت الناس الكوره ما فيش حكم
مفيش عندك حكم. طب بس عشان ما نخرجش بره, معلش انا اسف, هو كلام كويس يا استاذ عصام, استاذ محمود, عشان ما نخرجش بس بره الموضوع. انا اللي يهمني دلوقتي, لماذا لا يتم تطبيق تقنيه الفار في الكاس؟ حضراتكم قلتوا مش عارفين, هل ده كلام لا يعني لا هو مزاجيه يعني هم بمزاجهم. اصل اللي طلع القرار ده مين؟ مش جاي قرار حتى يعني من طيب الفيفا. هل بعد اللي شفناه امبارح يا استاذ سامي واول امبارح في مباراه سموحه وبيراميدز وفي مباراه الاهلي وانبي, في مباراه سموحه وبيراميدز, هل حضراتكم الاول شايفين ان هي ركله جزاء؟ لا, لا, لا كلنا شايفين. حلو جدا. اذا هناك الاهلي هدف, وهدف الاهلي هدف, اذا هناك خطا تحكيمي واضح في مباراه سموحه وبيراميدز ومباراه الاهلي لا طبعا. اللي ممكن يحصل غياب الفار ده يعني فعلا زي ما حضرتك قلت يعني هو علامه استفهام كبيره جدا. وليه مش لاخر البطوله؟ ليه لحد الدور قبل النهائي لما يخش اطراف اخرى في ما هو ده بيحصل في بطوله افريقيا. فيعني لا في بطوله افريقيا في الادوار التمهيديه ربما. لا 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 مفيش في افريقيا, مفيش في افريقيا خالص لغايه الدور الثمانيه. الدور الثمانيه لما طبعا يعني المساله كانت بسيطه جدا, انت كملت الدوري وافتخرت ان انهيت الدوري بوجود الفار, انما ليه في كاس مصر وما هو متبقي منها تيجي عند المستوى برضو وجود الاهلي وانبي مش قليل, ماتش مش قليل طبعا, بيراميدز وسموحه ماتش مش قليل, وهناك خطا واضح, وهناك خطا واضح, وبعدين ده نيك اوت يعني خروج مغلوب, يعني ما لم تتوفر العداله في المباراه يعني ما هيش ماتش وهيتعوض في ماتش. كان فاضل ثلاث دقائق وقريب يعني من الدقيقه الرابعه, وسموحه هو اللي مهاجم لدرجه ان اللعيبه بتوع سموحه كانوا زعلانين على كورنر بس اللي هو ضربه جزاء يا جماعه يعني خلص. الفار ده روح. يعني في مباراه الكاس صعب جدا ومش مقبول, يعني انا يعني لو ما فيش فار خالص يبقى على الكل, انما كده متجزئه. لا ليه مش ما فيش فار خالص يا استاذ؟ ما انا دي برضو يعني ايه ما فيش فار خالص؟ لو ما عنديش امكانيه ان انا اعمل فار من الاول يعني لما انا اتواجدت وخلاص يعني بوجد كوادر كل يوم والتاني بوجد كوادر في هذا الاطار, ما اجيش وفجاه كده اتوقف واعمل لنفسي مشكله كبيره جدا يعني. تمام. نحمد الله ان ما كانش فيه جمهور. تمام. يعني علامة استفهام غريبة جدا, ولكن نفترض الجول بتاع حسام حسن ده هو الجول الوحيد بمنتهى السرعة. ده اللي انا بقوله. ده هيبقى مشكلة. هتضيع فرقة. يعني هتضيع فرقة. اتفضل يا استاذ عصام. بمنتهى الصراحة, لأن الوضع في الكرة المصرية الكل يبحث عن تمويل وكله بيقول معناش, لأن الكل مش قادر يواكب ما هو مؤسسي. الاهلي في حته, ايه بقى الاهلي ده اللي عامل صداع وعنده كل يعني ما يسمى فعاليات الاحتراف, فانا لازم احد من ده والا هتبقى موضه وناس هتطلب رابطه وناس هتطلب فار وناس هتطلب بانه بس ده الطبيعي اللي بيحصل في العالم كله يا استاذ عصام, ان يبقى في رابطه وفي حد. ما هو ده الاول انا عايز اسالك سؤال, هو واحد اللي بيطلب ولجنه الحكام ده ليه مش تابعه ليه مش تابعه للرابطه؟ ما هو ده السؤال اللي كان جاي. السؤال ده ساله قبل ما اجي لحضرتك وانا في القاهره 24 سؤال واضح للكابتن عماد متعب والسيد احمد دياب. تمام يا جماعه, لا يجوز. كانت الناس عندها امال عريضه. قالوا لك ايه يا استاذ عصام؟ ما ردوش عليا الحقيقه, وانا منتظر ردهم بكره. أفادك؟ لا 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 ده بجد, لان استاذ جمال اللائحه بتقول ان هو ياتي اولا لسه يا عام مسوقين مش هو اللي هيسوق بالمناسبه. الجزء اللي بعد كده هو يختار لجنه مسابقات محترفه مش ثقه ولا عدم ثقه بفلوس عشان يحطوا اجنده, ثم لجنه حكام محترفه برضه. الله ينور عليك. حتى لو احتاج لرئيس لجنه وخبراء من بره خارج زي كل كده. العالم المستنير اذا لم يفعلوها انا لا اقدر عليه. راجل زي عماد متعب اقول له الحقيقه, يبقى انت تقول لهم انا بشكركم والى جوله قادمه. مظبوط. التجربه هي اللي هتبين. التجربه هتثبت خلال الفتره القادمه, وده كلام مهم جدا هنتكلم عنه اكتر ان شاء الله خلال الاسابيع اللي جايه. انا بشكرك يا استاذ جمال على وجودك معانا. شكرا جزيلا يا استاذ محمود. شكرا جزيلا يا استاذ سامي. شكرا جزيلا يا استاذ عصام. انا بشكر حضراتكم. شكرا جزيلا. ان شاء الله بكره هنكون مع حضراتكم على الهواء مباشره. بكره ان شاء الله الحلقه هتبدا في تمام الساعه 11. اشكركم واشوف حضراتكم على خير.